مع بداية العد التنازلي لنهاية الحملة الانتخابية، يراهن المترشحون لتشريعيات 12 جوان على النشاطات الجوارية. تعددت الوجهات، لكن الهدف واحد، ولكل طريقته الخاصة لاستمالة كل الفئات المستهدفة. اعتمدناها في أغلب الأحيان على الخارجات الجوارية والحملات الجوارية، وين تكون مناسبة ومهمة، وين نروح مباشرة للمواطن، خاصة في الوقت الراهن. من ناحية صحية وباء كورونا، أنه يمنع التجمعات، وخاصة في الظرف الراهن، وين لازم ماشي نستناو المواطن يجي إلى القاعات، حنا نروحوا له وين راه في المقهى، في الساحات العمومية. انتخابات وتشريعية بنكهة محلية، لأن اليوم الذين مترشحين لديهم امتداد شعبي، امتداد محلي، أغلبهم ناشطين جمعويين، ناشطين سياسيين، ناشطين حقوقيين، وبالتالي اليوم هو أقرب إلى المواطن، وبالتالي نحن اليوم من خلال العمل الجواري نتوجه نحو العائلات، نحو الأقارب، نحو الجمعيات المدنية، نحو النوادي الرياضية، نحو كل فضاءات التي نرى أنها يمكن عن قرب أن نتوسم خير منها، وممكن نتوسم أنها تساهم وتشارك في العملية الانتخابية. كسب ثقة المواطن وحثه على المشاركة في العملية الانتخابية ليس بالأمر الهين، لكن رغم الصعوبات الموجودة ميدانيا، يجتهد المترشحون في عرض برامجهم وما يحملونه لإقناعهم. الاحتكاك مع المواطن قد يكون مدخل حقيقي لإعادة اللحمة وإعادة الثقة ما بين المواطن وما بين السلطة، ولو على الأقل تقليل من الصورة التي كانت موجودة من المرحلة السابقة. نمر في مرحلة نوعا ما فيها فقدان ثقة بين المواطن والسياسة بصفة عامة، لكن هناك نوع من التجاوب فيه، ربما رف فيه نوع من التردد، لكن بمجرد أن يكون هناك نوع من التحاور، نوع من اللقاء مع المواطنين، يكون فيها تجاوب. الدعاية الإلكترونية، التجمعات والعمل الجواري كلها أوجه للحملة الانتخابية، لكن الاحتكاك المباشر مع المواطن الوسيلة الأكثر فعالية ونافذة للتعرف عن قرب على انشغالات المواطنين، ولمن كان له نصيب في تمثيلهم بالغرفة السفلى للبرلمان مسؤولية نقلها وتجسيد مقترحاتهم. ندعم كل واحد يحب الخير لهذا البلاد أولاً، ويكون يعني عنده لا فولونتي بور فير كيلك شوز دو بيان بور لي سيتويان.